صباحكم الله بالخير واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامج صباح الرياضيه والذي دائما تتابعونه على شاشه القنوات الرياضيه السعوديه ايام الاحد والثلاثاء من مجمع تلفزيون الدمام ويوم الاثنين من المدينه المنوره ويوم الاربعاء من جده ويوم الخميس من مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم عندنا ضيوف مميزين، أيضا تقارير عديدة راح نتكلم عن الأولمبياد الأخيرة اللي افتتح مساء أمس الجمعة طبعا في ريو 2016. راح نتكلم عن إنجاز كرة اليد أو منتخب كرة اليد بالتأهل لكأس العالم للشباب والذي سيقام بإذن الله في 2017 في الجزائر. أكيد راح نتكلم عن السوبر، نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الأهلي والهلال والذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن. طبعا قبل كل ذلك أكيد تحية خاصة لأبطالنا أبطال القوات المسلحة السعودية. إذا حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا أول فقراتنا أول حديث راح يكون عن الأولمبياد، أولمبياد ريو 2016 والتي كما ذكرت سابقا افتتحت مساء الجمعة في البرازيل وهي النسخة 31. حول هذا الموضوع وأكثر أكيد مع زميلتنا المبدعة والمتألقة دائما نوف الرويلي. نوف صباح الخير، أكيد أنك شاهدتي حفل الافتتاح. يسعد صباحك، اكيد شفته وتابعنا بعد اللوحه الفنيه اللي تابعناها في الافتتاح عن البيئه وايضا الوفد السعودي الذي حمل علم المملكه ايضا. ويسعد صباحكم اعزائي المشاهدين، وايضا ندخل في موضوع الاولمبياد والمشاركات السعوديه ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم. مشاركات السعودية في الأولمبياد، 11 مشاركة سعودية في تاريخ الدورات الأولمبية. تعد مشاركة المملكة العربية السعودية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 31 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي هي المشاركة 11 في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، إذ حصلت اللجنة الأولمبية العربية السعودية على العضوية الدولية للجنة الأولمبية الدولية في العام 1965، وكانت أول مشاركة للمملكة في عام 1972 عندما شاركت في دورة الألعاب الأولمبية 20، والتي تشهد أول مشاركة للرياضيين أقيمت بمدينة ميونخ الألمانية، وكان أول ظهور لرياضيي المملكة العربية السعودية في الدورات الأولمبية بمدينة ميونخ، وهي المشاركة الأولى فعليا بفريق رياضي، إذ اقتصرت مشاركة السعودية في أولمبياد المكسيك 1968 بوفد إداري فقط، كما شاركت السعودية في أولمبياد مونتريال 1976 بعدد قليل من اللاعبين، وانسحبت من أولمبياد موسكو 1980 مع عدد من البلدان المنسحبة من الدورة احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان. وفي عام 1984 شهدت المشاركة الثالثة نقلة نوعية في المشاركات السعودية في أولمبياد لوس أنجلوس، وكانت الأكبر من حيث مشاركة الاتحادات السعودية، وحيث شاركت في كرة القدم والدراجات والقوس والسهم والسهام حاليا والرماية والسلاح وألعاب القوى والتايكوندو. وفي المشاركة الرابعة للسعودية التي أقيمت في سيول 1988 شاركت السعودية برياضات ألعاب القوى والقوس والسهم والرماية والتايكوندو، فيما كانت المشاركة الخامسة للسعودية في مدينة برشلونة الأسبانية عام 1992 بتواجد ألعاب القوى والسباحة والدراجات والسلاح وكرة الطاولة. وفي عام 1996 سجلت السعودية المشاركة السادسة في مدينة أتلانتا الأمريكية بألعاب كرة القدم وألعاب القوى ورفع الأثقال والفروسية والرماية، وتعد المشاركة السابعة للمنتخبات السعودية في أولمبياد التي أقيمت في سيدني الأسترالية عام 2000 الأميز والأفضل حتى الآن. وخبرنا الأول الشرق من صحيفة الشرق، لؤي ناظر يطالب لاعبي الأخضر بتقديم مستوى يليق بسمعة المملكة. قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو المهندس لؤي هشام ناظر أمس الأول بزيارة لمقر البعثة السعودي في قرية الرياضيين، حيث اجتمع باللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية واطمأن على استعداداتهم قبل المشاركة في الأولمبياد التي سيبدأها الرامي عطالله العنزي في منافسات الرماية اليوم السبت. واطلع المهندس لؤي ناظر على كافة الإمكانات التي يتم تقديمها للاعبين التي ستسهل لهم أداء مهمتهم بنجاح، مطالبا اللاعبين بتقديم المستوى المطلوب الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية، واصفا إياهم بأن أمامهم مستقبلا كبيرا في المرحلة المقبلة، ويستعد اللاعبون السعوديون لتمثيل المملكة في مشاركتها 11 في أولمبياد ريو عبر 7 لاعبين، ويمثل القوى السعودية في المشاركة 4 لاعبين هم سلطان الداودي في مسابقة قذف سباق 100 متر، فيما يمثل الجودو اللاعب سليمان حماد في المنافسات وزن تحت 66 كيلو جراما والرباع، محسن الدحيلب في منافسات رفع الأثقال وزن 69 كيلو غراما، والرامي عطالله العنزي في منافسات المسدس الهوائي والمسدس الناري في مسابقة الرماية. بيلي يشارك في افتتاح الأولمبياد عبر تويتر. لجأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتكون وسيلته للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، وغاب بيلي 75 عاماً عن حفل الافتتاح لأسباب صحية، علماً بأن العديد من التقارير أشارت سابقاً إلى أنه سيكون الشخص الذي يقود المرجل الأولمبي في نهاية مسيرة الشعلة الأولمبية بإستاد ماراكانا، ولكنه غاب. وذكر بيلي في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عبر عن الحفل: سأكون هناك معكم بروحي وعقلي في إستاد ماراكانا، أتمنى أن يرعاكم الله. الرامية الأمريكية ثراشتر تخطف أول ذهبية في ريو 2016. أحرزت الأمريكية فيرجينيا ثراشر الذهبية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 بتتويجها بطلة لمسابقة بندقية الهواء المضغوط، وتفوقت ثراشر
19 عاماً على الصينية دولي بطلة أولمبياد أثينا عام 2004 والتي نالت الفضية، ومواطنتها يي سيلينغ حاملة لقب النسخة الأخيرة في لندن والتي اكتفت بالبرونزية في الدورة الحالية. أمريكا تقسو على الصين في منافسات السلة في أولمبياد ريو. استهل المنتخب الأمريكي لكرة السلة رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بفوز كاسح ومنطقي على نظيره الصيني مساء السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للمسابقة، وتصدر المنتخب الأمريكي فريق الأحلام المجموعة عن جدارة بفارق النقاط المسجلة أمام نظيره الأسترالي الذي افتتح فعاليات المسابقة بفوز كبير على نظيره الفرنسي، وتقدم المنتخب الأمريكي الخطوة الأولى على طريق الاحتفاظ بالميدالية الذهبية التي احتكرها منذ بداية مشاركة المنتخبات بنجومهم المحترفين في أولمبياد برشلونة 1992. حماد وجود يستهلان مشاركتنا في الجودو. حمل لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان حماد علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الوفد السعودي في حفل افتتاح الأولمبياد بمشاركة الرباع محسن دحيلب واللاعبات كريمان أبو الجدايل ولبنى العمير وجود فهمي وسارة عطار، واللاتي تم تصميم ملابسهن من قبل مركز فن التراث، ونال إعجاب المتابعين كما شارك في العرض عدد من إداريي الوفد. وإن كان الظهور السعودي في الافتتاح هو الأقل قياسيا بالدول الأخرى فربما يكون لقلة المتأهلين للألعاب الأولمبية الصيفية دور فيه. وعبر اللاعب سليمان حماد عن اعتزازه برفع علم السعودية في المحفل الأولمبي مشيرا إلى أن ذلك يدعو للاعتزاز والفخر، وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، وتمنيا أن يوافق وزملائه اللاعبون واللاعبات بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية. وكان الأولمبياد 31 دشن مساء أمس الأول بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد على ملعب الماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو وسط 60,000 متفرج بحضور الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وعدد من رؤساء دول وحكومات العالم بينهن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند. وانتهت فقرة أخبار الصحف لهذا اليوم، وعودة إلى الزميل بندر في الاستوديو. شكرا لك نوف، يعطيك العافية على هذه الأخبار، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للوفد السعودي. وبالنسبة لهذه البطولة راح نغطيها في صباح الرياضية بشكل موسع من خلال زميلة نوف أو حتى من خلال ضيوفنا اللي راح يكونون معنا في الحلقات القادمة، وذلك بتوجيهات مباشرة من سعادة الدكتور صالح الورثان مدير عام القنوات الرياضية. طبعا مشاهدينا الكرام، أكيد إنجاز كرة اليد للشباب بالتأهل لكأس العالم 2017 في الجزائر حديث الشارع هذه الأيام، وأكيد لهم حق بأن نستضيفهم ونحتفي بهم وبتأهلهم لهذا كأس العالم. خلونا نطلع بداية فاصل غنائي وبعدها راجعين. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في ثاني فقرتنا، ومثل ما ذكرنا إنجاز منتخب الشباب لكرة اليد أكيد هو حديث الشارع هذه الأيام، ويسرنا أن نستضيف الكابتن أحمد البقال وهو اللاعب الدولي للمنتخب السعودي لكرة اليد. صباح الخير أحمد. صباح النور يا هلا أخوي بندر، الله يحفظك. كذلك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نستضيف الكابتن علي آل إبراهيم وهو لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب والمتأهل أخيرا. حياك الله كابتن علي. حياك وصباح سعداء بتواجدكم. حياك علي، ألف مبروك بداية لك ولأحمد والجميع. كيف حصل هذا التأهل؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الإنجاز. حاب أشكر رئيس الهيئة العامة أمير عبد الله بن مساعد ورئيس الاتحاد الأستاذ تركي الخليوي والشعب السعودي يعني عامة يعني. وإحنا نشكركم كلاعبين، ولكن كيف كانت معنوياتكم وقت البطولة؟ كيف قدرتوا أنكم تحققون الفوز على يعني منتخبات كبيرة مثل كوريا وأيضا الأردن والمنتخبات الأخرى؟ تكاتف الجميع يعني، كانوا كل اللاعبين كانوا يد واحدة، كنا ندرب لساعات فترات طويلة، كنا يعني حاطين هذا الشيء من السنة الماضية إن إحنا نحقق هذا الإنجاز، والله وفقنا ودخلنا هذه البطولة صعدنا لكأس العالم. جميل أحمد، مرة أخرى ألف مبروك كونك أحد لاعبي كرة القدم، كيف رأيت هذا الإنجاز؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نحب نبارك لكل المنتسبين للرياضة السعودية بهذا الإنجاز اللي يحسب للوطن، وإحنا كمواطنين سعوديين يعني كلنا فخر بهذا المنتخب، منتخب الأمل طبعا هو الآن. نعم، منتخب شباب، منتخب طموح على أيدي وطنية، مدرب وطني، مساعد مدرب وطني، فهذا كلنا فخر بهذا المنتخب. الأمل اللي يشرفنا إن شاء الله في نهايات كأس العالم اللي بتكون إن شاء الله في الجزائر 2017. طبعا احنا في هذه المناسبة نبارك لصاحب السمو رئيس الهيئة العامة الأمير عبد الله بن مساعد والأستاذ تركي الخليوي وجميع أعضاء الاتحاد السعودي. طبعا الإنجاز يشرف باسم الوطن، يعني الكل يفتخر بهذا الشباب وهذا الجيل اللي يمتلكون هذه الروح العالية جدا، رغم المنافسة يعني في دول معنا في مجموعتنا اليابان، وقابلنا في نصف النهائي كوريا الجنوبية، كلها فرق تعتبر من أفضل فرق في على مستوى آسيا ومستوى العالم لفئة الشباب، ولكن الحمد لله بروح الفريق الواحد وبروح الشباب وهذا الطموح الحمد لله تحقق الإنجاز وتأهلنا لكأس العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب إلى هذا الجيل ويضيف إلى إنجازات الوطن بمشاركات إن شاء الله العالمية. جميل أحمد، الآن المنتخب أصبح نواة للمنتخب الأول. نعم. وبوجود بعد مكسب آخر وهو المدرب الوطني الكابتن فاضل آل سعيد. نعم. اللي نصب عليه بالخير ونهنيه. كيف تشوف مدى الفائدة أو ما مدى الفائدة من هذا المنتخب ليمكن أن يكون نواة كبيرة للمنتخب الأول؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، الآن المنتخب الأول المنتخب السعودي الأول معسكر في الجبل الأسود وفي سلوفانيا، البارح وصلوا إلى كرواتيا. الآن الحمد لله رب العالمين، العام كنت أعمل إداري منتخب الشباب. نعم. السنة هذه طبعا 9 لاعبين من المجموعة اللي كانوا معانا في منتخب الشباب متواجدين من المنتخب الأول، وهذا يعطيك حافز أو نوع من الحماس لهذا الجيل أنه يستمر ويواصل على هذا الروح اللي هم فيها، أنه يكونوا دعامة للمنتخب السعودي إن شاء الله في المستقبل. متى ما حافظ، احنا طالبنا من الأخوان في الاتحاد السعودي توفر الحوافز لهذا الجيل، توفر المكافآت، الاهتمام، المطالبة باستمرارية لعبهم مع أنديتهم، أنه لا يكونوا طبعا المجموعة الشباب لما تروح الفريق الأول في الأندية ممكن البعض يحصل فرصة والبعض يكون متواجد على دكة الاحتياط، فهذه تخلق صعوبة جدا. نتمنى أن يكون لهم يعني اهتمام أكبر، الحوافز أكبر، المتابعة في الأندية من الأخوان في الاتحاد السعودي والمدربين لهذا الجيل، إن شاء الله يوصل لكأس العالم في الجزائر وبأفضل يعني شكل له، ويستمروا إن شاء الله في دعم المنتخب الأول في المنافسات
الآسيوية والعالمية القادمة إن شاء الله. جميل، أنا برجع لك بس خليني أروح للكابتن علي. كابتن علي، متى أصعب اللحظات اللي مرت عليكم خلال التصفيات؟ في مباراة كوريا. مباراة كوريا، أنتم كنتم داخلين يعني خايفين كثير؟ لا ما كنا خايفين، بس إن مباراة بس منتخب كبير يعني له سنتين ما انهزم في أي مباراة. صحيح، أكيد إنه يخوف. كنا إحنا واثقين من نفسنا، كنا نقدر نفوز عليهم، يعني إحنا كنا نقول إن إحنا نقدر نفوز داخلين المباراة واثقين من نفسنا. بس كانت من أصعب المباريات، لأن هي كانت هي الحلم للصعود لكأس العالم، هي المباراة اللي تصعدنا كأس العالم. إيش كانت توجيهات الكابتن فاضل لكم قبل دخولكم لمباراة كوريا؟ كانت توجيهات على شو اسمه، إن كوريا يلعب دفاع متقدم، كيف لازم نكسر هذا الحاجز اللي هم يدافعون فيه، كيف نكسره. فكنا يعني نتدرب ساعات ونشاهد فترات طويلة علشان نكسره. طيب كابتن، أنتم تقدمتوا تقريبا بفارق 4 أهداف، وفيما بعد عادل المنتخب الكوري وتقدم وخلال النقص اللي حصل في أثناء المباراة، كيف استطعتم العودة مرة أخرى والانتصار؟ كانت جزئيات صغيرة في المباراة. نعم، كنا نقدر نعطيهم فرق أكثر. نعم، من 4 أهداف، بس قلة التركيز في بعض الأوقات رجعت المباراة. بس تكاتف الجميع يعني، وطلوب وقت مستقطع للاعبين، وقالوا هالمباراة لازم نفوز فيها، والحمد لله رجعنا يعني. أثناء إيقاف لاعبين تقريبا، وقفوا منكم لاعبين أو لاعب، هو من ضمنهم أستاذ تم استبعاد بالكرت الأحمر. أي، ما كانوا المجموعة الموجودة يعني خايفين أنه في ظل هذا النقص أنه ممكن المنتخب الكوري يوسع الفارق؟ هو وسع الفارق بالفعل، صار توتر وفي لحظة الكرت الأحمر في الفريق، بس الحمد لله أن عادت روحهم أقوى. طيب كابتن أحمد، في ظل يعني هذه الإنجازات، في المقابل نجد الدعم قليل بالنسبة، يعني الدعم كثر الخير للاتحاد السعودي لكرة اليد قاعد يقدم دعم، لكن حسب الإمكانيات المتواجدة، ولكنه لا يتوازى بألعاب أخرى. صحيح. بينما نجد أنه منتخب اليد الآن المنتخب الأول راح يشارك في كأس العالم في فرنسا. نعم. منتخب الشباب راح إن شاء الله بإذن الله في الجزائر. نعم. كأس العالم. منتخب الناشئين راح يدخل بعد أقل من شهر. نعم. التصفيات يعني إيش تعزو هذا الشيء له؟ نعم، إحنا كمحبين وكمتابعين للرياضة السعودية نتمنى أن يكون هناك التفاتة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام للهيئة العامة بهذا الجيل، بهذه الكوكبة المتواجدة من هذا الجيل في منتخب اليد، من سواء فريق أول فريق ناشئين أو شباب. يعني الحمد لله رب العالمين، كرة اليد مشرفتنا يعني في كل المناسبات الآسيوية العربية. نتمنى أن يكون هناك التفاتة جميلة. طبعا الاتحاد السعودي زي ما تفضلت استاذ، يا بقياده الاستاذ تركي، في جميع الظروف، في اصعب الظروف، يحاول توفير وتهيئه الظروف يعني الاخوان في منتخب الشباب صار لهم سنه وشهرين. أنا في معسكرات. بدي اقطعك بس، احنا لما نقول الاستاذ تركي واعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد، ترى ما نطب للاتحاد كره اليد او، لانه في انجاز فعلا على ارض الواقع. هناك أكيد في أخطاء، ولكن يبقى الإنجاز موجود بتأهل المنتخب الأول ومنتخب الشباب لكأس العالم، إذا هناك إنجاز. نعم، وهذا الشيء احنا نفتخر فيه، أن أنت تعمل وإن كانت هناك بعض الأخطاء. مدام أنت تعمل يا أستاذ فالأخطاء واردة، ولكن احنا كل ما نتمنى أن يكون هناك التفاتة من الهيئة العامة لرعاية الشباب بهذا المنتخب وبهذه اللعبة بالخصوص. منتخب اليد أو لعبة كرة اليد في المملكة العربية السعودية هي اللعبة الثانية بعد كرة القدم. لا شك. نتمنى أن يكون هناك حوافز أكثر، هناك مكافآت أكثر، حتى أن تتذكر من الهيئة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية. الهيئة العامة نعم، واللجنة الأولمبية في السعودية. في آخر حلقة أنا معك أستاذ هنا تكلمنا أن يكون لازم يكون هناك حوافز مادية لهذا الجيل. طبعا اللعب باسم الوطن شرف على هذا واجب يعني. شرف لكل لاعب يتمنى ذلك، ولكن لازم يكون هناك حافز معنوي مادي. يعني الاخوان في سنه ونص كانوا على استمرار في الاستعداد لهذه البطوله، والحمد لله تحقق الهدف والوصول لكاس العالم.
نتمنى أن يكون هناك بعد الإنجاز هناك حافز تكريم مادي. خلي أسأل علي، علي حصلتوا على مكافآت؟ حصلتوا على تكريم؟ حصلنا على جزء من المكافآت، وإن شاء الله الأستاذ تركي الخليوي ما يقصر معنا. كيف كانت؟ طبعا هو تركي الخليوي، الأستاذ تركي الخليوي كان معي في اتصال هاتفي قبل يمكن أسبوع وأكد أنه راح تكون هناك مكافآت مجزية للاعبين، ولكن أنت موجود الآن، خلينا نستغل وجودك. يعني كيف كانت المكافآت؟ هل كانت مرضية لكم كلعيبة أو أنكم تطمحون لأكثر؟ أنا أشوف لحد الآن مرضية، بس إن إحنا اللي علينا سويناه داخل الملعب والباقي على الهيئة العامة. لا، أنتم ظهرتوا بروح جميلة وبروح كانت وطنية كبيرة، طبعا هذا حبكم لوطنكم وحبكم للانتصار هو اللي خلاكم تقدمون هالروح، إضافة إلى مستوياتكم الفنية. ولكن أنا أتكلم عن المكافآت اللي أنتم كنتم تطمحون فيها، هل وصلتم للطموح اللي كنتم أنتم مخططين عليه أو تبغون توصلون له؟ والله هذا الشيء عند الرأس العام، أنا اللي علينا إحنا كلاعبين نسوي داخل الملعب، الحمد لله أن حققنا هذا. ولا الجماعة كريمين وأنتم تستاهلون. إن شاء الله. لك تعليق كابتن. هي للتعليق أن مهما إحنا قدمنا يظل اللاعب السعودي يعني طموح أن يحقق إنجاز أكثر، فإحنا لا نقصر مع هذا الجيل بتوفير المبالغ المادية للحوافز. يعني الاتحاد السعودي بعض الأحيان ملزوم بمبالغ معينة، فهو يحتاج معسكرات، مصروف جيب لبعض اللاعبين، محتاج مكافآت للمباريات. نتمنى أن يكون هناك حافز أفضل. طبعا هم كلعيبة الشباب يتمنوا أن يكون هناك أفضل من ما كان، ولكن يقول يعني لما تجلس مع الأعضاء والأستاذ تركي يقول هذا اللي متوفر الآن في اليد، نتمنى أن يكون هناك حافز أفضل في الغادم. يعني اليوم أنت لما تلعب في منافسات عالمية على بطولة العالم، نتمنى أن يكون الحافز المادي بشكل أفضل لهذا تعديل على الأقل اللوائح الداخلية للاتحاد أو في نظام مصروف من الهيئة العامة. برضو احنا نطالب من الشركات والمؤسسات الوطنية كذلك البنوك دعم المنتخبات السعودية. صحيح. التي تحقق إنجازات، في الأخير الإنجاز باسم الوطن، وراح يرتفع علم المملكة العربية السعودية في المحفل اللي راح يروح للمنتخب سواء كانت اللعبة جماعية أو لعبة فردية. صحيح. طيب خليني أرجع لك أحمد، يعني أحمد البقاء لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد والإداري والمراقب وإداري منتخب الشباب، ابتعد، ايش سبب ابتعادك وليش ما انت موجود في يعني منظومه الاتحاد السعودي لكره اليد؟ نعم طبعا هذا السؤال استاذ يعني وجيه جدا. طبعا الان انا كنت من احد المرشحين في منظومه الاتحاد السعودي في كره اليد، طبعا قدمت اوراقي وتم القبول وتم المصادقه على كل الامور المبدئيه، ولكن انا كاحد اللاعبين المنتخب السعودي اللي مثلنا وشرفنا الوطن في المحافل العالمية تفاجأت يعني وانصدمت طبعا بقرار اللجنة الانتخابات الاتحادات الرياضية بإبعادي عن ترشيحي للانضمام إلى الاتحاد السعودي. إبعادك؟ إيه نعم. شو السبب؟ طبعا السبب إلى الآن يا أستاذ محير جدا. طبعا حاولنا نتواصل مع المسؤولين في لجنة الانتخابات، لم نصل إلى أي شيء مقنع أو أي سبب يعطيك الأحقية في الإبعاد. الرئيس النادي الخليجي المسعي علي الأستاذ فوزي الباشا حاول يتواصل مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر رئيس الانتخابات الاتحادات الرياضية ومعرفة الأسباب، ولكن السبب يا أستاذ مصدم للجميع وكل المحبين أو المتابعين لكرة اليد السعودية، أن لما يطلع لك أي إن كان لا أسمي بالأسماء، إلى الآن لم تتضح الرؤية حق نسمي بالأسماء، أن أنت يا أحمد البقال لم تنجز، لم تكن لاعب دولي ذات قيمة أو منجز رياضي. أنت لما تكلم على كرة أنت شاركت في كأس العالم ثلاث مرات يا أستاذ، شاركت في كأس العالم ثلاث مرات حققت بطولتين آسيا. إذا وش هو الإنجاز اللي أبغاه؟ هذا أنا الآن هذا السؤال المحير أستاذ، يعني الآن السؤال المحير إلى كل محب للرياضة بصفة عامة وليس كرة اليد. يعني أنا وصلت اتصالات من الجميع أن سبب الإبعاد يعني على أي أساس غير. بس خليني أسألك، معك لاعبين دوليين رشحوا يعني في الآن؟ معي الكابتن سعود الحودي،
ولكن معي لاعب واحد ومع باقي الأعضاء مع احترامي للجميع لم يصلوا نص أو ما وصل للكابتن أحمد البقال في هذا المناسبة. أنت لك الحق أنك تتكلم عن نفسك، ولكن برضو يمكن هناك كفاءات إدارية، ولكن السؤال اللي يوجه للهيئة العامة للرياضة ولجنة الانتخابات، يعني لاعب بحجم أحمد البقال كابتن المنتخب السعودي، 3 مرات كأس العالم، لاعب كان إداري في فريق الشباب، أيضا إداري في نادي الخليج، يعني من نجيب يعني على أساس أنه يكون في أعضاء مجلس الاتحاد السعودي لكرة اليد؟ نجيب إداريين، اللاعب لاعب خبرة ممكن يستفاد منه فنيا، ممكن يستفاد منه إداريا. أنا ما أدري صراحة أحمد، يعني انت ايش رايك، ايش السبب؟ والله السبب انا اقول لك لم تتضح الرؤيه، غير مقنع جدا. انت لما يقول لك انت الان طالب جامعي، يقول هات ما يثبت انت كيف وصلت الجامعه، كيف تجيب له؟ يعني انت ما وصلت الجامعه الا بعد شهاده الثانويه، اكيد انجازك حقك شهاده نجاح في الثانويه، فوصلت طالب جامعي. انت اليوم موجود في كاس العالم استاذ، فيطالبك عطني انجاز وصلك لكاس العالم. في المجمل ان ما توصل كاس عالم الا بعد تحقيق بطوله اسيويه. احنا بعد ما نبي نكون قاسيين على اللجنه الاولمبيه او لجنه الانتخابات، يعني احنا ما نعرف الاسباب ولا نعرف بعض الشروط، ولكن انت الكل يؤكد ان كفاءه يعني فنيه، كفاءه اداريه، لاعب منتخب دولي سابق، نعتز فيك كثيرا، انجازاتك كبيره سواء مع ناديك او حتى مع المنتخب السعودي، ولكن يعني علي آل إبراهيم بعد كذا راح ينعكس عليه بصورة سلبية. صحيح. أنه لما اللاعب يقدم مستوى كبير ويخدم الوطن، نعم، ويترشح مثلا لمكان هو عارف أنه راح يقدم شيء، نعم، في هذا المكان ويفاجأ بعدم القبول، هذه مشكلة كبيرة بصراحة. علي معلش أحمد، خلينا في الإنجاز. أوكي صحيح نقطتك مهمة وإشكالية كبيرة، ولكن نرجع لها إن شاء الله في قادم الأيام. بس خليني أرجع للكابتن علي. علي أنتم الآن تأهلتوا لكأس العالم، إيش طموحكم في كأس العالم؟ هل هي لمجرد المشاركة أو للمنافسة وتحقيق يعني مركز متقدم؟ أول شيء إن احنا نطمح ما ندخل منافسة مشرفة فقط، يعني بعد التعب ذي كله نحتاج معسكرات زيادة، نحتاج تمارين صبح وليل عشان ندخل كأس العالم، واحنا نتمنى ان نكمل ادوار، يعني ندخل دور ثاني دور ثالث بكاس العالم. جيد، احنا نتمنى لك التوفيق، بلغ سلامنا لجميع اللاعبين الموجودين معك، زملائك كذلك الكابتن فاضل آل سعيد. وانا حاولت الاتصال اكثر من مره على الكابتن فاضل، ولكن يبدو ان جواله مغلق او انه خلص مهمته وراح يمكن سافر لاوروبا او سافر لاي مكان ثاني. على العموم الله يعطيكم العافيه احمد، انت كفاءه اداريه فنيه، لاعب كبير، لك كل التقدير والاحترام. بإذن الله إن شاء الله أن المسؤولين يشاهدونا اليوم ويشوفون إيش الإشكالية الموجودة عند أحمد البقال. أحمد ممكن يستفيد منك النشأ، يستفيد منك حتى المنتخب السعودي للشباب والمنتخب السعودي للأول، أنت قدوة. أنا يعني عاصرتك وشفت لعبك وشفت أخلاقك العالية، كل الشكر والتقدير لكم اليوم على حضوركم معنا. شكرا أستاذ، وإحنا سعيدين جدا بتاحت هذه الفرصة لي وللكابتن علي، إن شاء الله أن نكون أضفنا شيء جميل لهذه الحلقة. الله يعطيكم العافية وأنا سعيد فيكم. مشاهدينا الكرام، طبعا أنا سعيد بصراحة في الكابتن أحمد والكابتن علي، ولكن حديثنا القادم هو حديث نهائي كأس السوبر الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن بين الأهلي بطل الدوري وبطل كأس الملك، وبين الهلال وهو وصيف الأهلي في دوري عبد اللطيف جميل الموسم الماضي. طبعا حديثنا راح يكون إن شاء الله بعد هذا الكليب اللي راح نهديه لجماهير الأهلي وكذلك لجماهير الهلال، وراح نستقبل ضيوف مميزين راح يتكلمون بشكل أكبر حول هذا الموضوع. هذا الأهلي منه جدي، هذا أخضرنا عظيم
كذا أهلي وبحرنا نور في الليل العتيم يحفظه يحفظه من سماء جدة حضرنا كذا أهلي وبحرنا نور في الليل العتيم يحفظه Good.
إذا حياكم الله مشاهدينا الكرام، شكرا للزملاء محمد الحربي في المونتاج وأيضا للزميل عبد العزيز بوهميل في الإعداد. طبعا ما في حديث هاليومين إلا حديث السوبر الذي سيقام كما ذكرت سابقا في العاصمة البريطانية لندن بين الأهلي والهلال. وللحديث أكثر عن هذا السوبر يسرني أن نستضيف الكابتن خالد العطوي وهو مدرب المنتخب السعودي للشباب. كابتن خالد ابو فهد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والرضا والعافيه، وشاكر لك ومقدر هذه الاستضافه، شرفتني. الله يعطيك الله يحييك وانت تستحق ذلك. الله يطول عمرك. شكرا. الكابتن احمد الملحم لاعب بنادي هجر السابق وايضا المحلل والناقد الرياضي المعروف، صبحك الله بالخير، سعداء بتواجدك. يسعد صباحك اخوي ابو منير، ونتشرف بالتواجد في الاستوديو معاك، وان شاء الله بس نطلع بحلقه جميله وتشرف مع الكابتن خالد مدرب منتخب الشباب، وان شاء الله نطلع بحلقه مميزه ان شاء الله. اكيد بوجودك وبوجود الكابتن خالد راح نطلع ان شاء الله باذن الله بحلقه مميزه ومفيده. طبعا هو في سؤال انسال كثير من السنه الماضيه، انسال كثير. انا قبل لا ابدا معكم واسالكم هالسؤال، زميل نبيل الخالد خرج للجمهور وسالهم هالسؤال. طبعا سؤال حول اقامه او فكره اقامه السوبر خارج المملكه العربيه السعوديه. خلونا نشوف هذا الاستطلاع وراجعين مع ضيوفنا الكرام. كيف تشوف إقامة مباراة السوبر السعودي خارج السعودية في لندن؟ والله أنا والله ما يمكن تسويقيا يمكنها أفضل للاتحاد السعودي، لكن كجماهيريا والله كنت أتمنى أنها هنا في السعودية أو في أي دولة خليجية. والله أتوقع أفضل بكثير على الأجواء الموجودة حاليا، أتوقع أفضل بكثير. أكيد فكرة ممتازة وتغيير، يعني تغيير عن الروتين المتعود عليه، يعني شفناها طيبة ما في يعني ذاك جدا ممتازة، وشيء يعني مطور للكرة السعودية حقيقة يعني. والله شوف كتغيير جو حلوة، بس الأحسن تقام في السعودية، إيه تكون هنا لأن مشجعين فيهم وناس كثيرين. فكرة سيئة جدا جدا، لأن طبعا طبقة المشجعين هنا من الطبقة الوسط، يعني ما راح حد يتحمل تكاليف السفر لندن. لو هنا كان أفضل تسويقيا وجماهيريا كل شيء، يعني كل مقاييس. يعني انا اعتبرها تغطيه اعلاميه للدوري السعودي خارج البلد. والله انا اشوف الفكره هذه ظالمه ناس واجد هنا، أم في ناس عنده ممكن امكانيه يسافر ما عنده مشكله، في ناس ممكن امكانياتها ضعيفه يمكن ما معله حق التذكره او حق تذكره مباراه الحضور هنا، بس انا احس انها ظلم فيها. اذا شكرا للزميل نبيل الخالد. هذا السؤال كابتن خالد، فكره اقامه السوبر خارج المملكه واقامتها بالتحديد في لندن للمره الثانيه، كيف تشوف؟ والله شوف هي فيها خلينا نقول فيها نواحي ايجابيه كتسويق للدوري السعودي، تسويق الكره السعوديه، نواحي تجاريه اكثر، اعلاميه اكثر. ممكن لو رحنا للنواحي الايجابيه، انت تتكلم برضو كسوبر مثل يمثلون ناديين سواء هذا الموسم او المواسم السابقه او المواسم اللاحقه باذن الله، بتكون يعني من اكبر الفرق في الدوري او في المسابقات السعوديه، فبالتالي الاحق والاولى ابناء البلد فيه. صحيح. وجهة نظري الخاصة هي إذا رحنا للنواحي الإيجابية ممكن نجدها اقتصادية وتجارية وتسويقية للدوري السعودي أو الكرة السعودية، لكن على حساب مدن تستحق الاستضافة. إذا احنا نبحث عن الأجواء في أبها، في الطائف، في الباحة، بإمكاننا بإمكان أي مدينة من المدن السابقة الذكر أنها تستضيف السوبر وتكون يعني لها افضليه واحقيه من لندن او. لكن اذا رحنا للنواحي الايجابيه ان احنا يعني نحتاج تسويق او تعريف اكثر او اعاده للوهج للكره السعوديه من النواحي الاعلاميه، لكن احنا نحتاج الوهج واعاده سمعه من الناحيه العمليه فعلا الفعليه. جميل. العمليه. جميل. كابتن احمد، فكره اقامه السوبر في لندن هل هي فعلا نجحت تسويقيا أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة اللعب في لندن أول حاجة احنا نبغى نعرف مين أساس الفكرة،
يعني انا على حسب علمي فكره السوبر، نعم، الامير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئه العامه لرياضه الشباب تحدث مع الامير نواف بن سعد رئيس الهلال في السوبر السابق، نعم، مع فيصل بن تركي، فيصل بن تركي والامير نواف بن سعد هم ايدوا الفكره. جميل. هم حسب علمي هم اللي طرحوا الفكره، اساس الفكره من الاميرين انه المباراه تلعب في لندن. جميل. والامير طبعا وافق، لكن انا في رايي ان اللعب في لندن هذا ظلم، ظلم لشباب الوطن. لندن زي ما قال الاخ في الحديث انه مش اي واحد بيقدر بيروح لندن، يعني هي ناس معينين او فئه معينه هي اللي تقدر تروح لندن. الكابتن خالد قال فيها يعني امور تسويقيه، فيها امور الاتحاد، لكن انت الان الاتحاد هذا الظاهر لنا انه في امور اوكي تسوقية. الاتحاد السعودي جرب ولعب العام الماضي في لندن، ايش العوائد اللي اخذها الاتحاد السعودي؟ احنا ما شفنا شيء، يعني بوادر ان الاتحاد السعودي او الكره السعوديه او لاعبين سعوديين استفادوا من هالتجربه، احنا ما شفنا لاعبين سعوديين مثلا احترفوا. يمكن كابتن احمد في عوائد غير معلنه للجمهور. لا هو قالها اكيد ان الاتحاد السعودي ما قام للمره الثانيه الا هو عارف انها هو قالها ناجحة. عدنان المعيبد قالها 15 نعم. مليون عوائد الاتحاد السعودي 15 مليون، جزء منها راح للاتحاد وجزء منها راح للهلال والنصر، والعائد المادي اللي قال اعتقد 15 مليون 8 مليون للاتحاد والباقي وزع على الهلال والنصر، انا اعتقد ان هذا مبلغ زهيد. الاتحاد السعودي يعني يقدر والهيئه العامه تقدر توفره للاتحاد. فشبابنا المفروض هم احق انهم يشوفون السوبر في المملكه زي ما قال الكابتن، في ابها، في الطائف، في اي مكان يا اخي. خلنا شبابنا يستمتعون بالاجواء، ليش انت توديها لندن؟ فزي ما قلت لك احنا الان لعبنا السوبر الماضي في لندن، ايش الاستفاده اللي استفدناها؟ هو يقول لك امور تسويقيه، امور ان اللاعب ممكن ينعرف خارج عالميا، ينعرف ممكن يحترف. طيب هل احنا شفنا مثلا لاعب سعودي احترف في الدوري اي دوري؟ ما شفنا اي لاعب، يعني ما شفنا استفاده ملموسه. لا شوف الموسم الماضي يمكن حتى الحضور، يعني الحضور الاجنبي انا اتكلم كان ضعيف جدا، ويمكن عمليه التسويق كانت ايضا يعني مش ذلك العمليه اللي توحي بانه راح يحضر احد. يا ابو منير اللي ماسك تسويق المباراه منه الاستاذ احمد العقيل، نعم، الان هو يمكن قبل اسبوعين هو في لندن، صحيح، احنا يعني ما شفنا حاجة يعني جمهور كثير بيحضر المباراة. احنا نقرأ الآن التذاكر جزء بسيط والمباراة بكرة لا وصلت 14,000 أو أكثر، برضو حتى 14,000 يجون يلعبون في الحسا، الملعب يستضيف 25,000، نعم صحيح، يجون الحسا يلعبونها صدقني 40,000، الملعب يستوعب 20 صدقني بيجي 40,000، وحيكون كرنفال احلى من هذه دعايه مجانيه الملعب الحسا، وانت تستاهل حبيبي. لا انا اقول لك حقيقه الفكره هي فكره نقول في البدايه كويسه وممتازه، لكن احنا نقول بعد تجربه ماذا استفدنا؟ هل انه اعضاء الاتحاد السعودي يروحون اسبوعين على حساب الاتحاد مع اولادهم ومع هذه الفائده؟ يا اخي نبغى زي ما قلت لك ارجع واقول شباب الوطن المشجعين اللي هنا هم المفروض اللي يتمتعون بالمباراه وتقام في السعوديه على ارضنا وعلى وطننا افضل من تكون جميل. خارج الوطن. كابتن خالد، رعايه يعني صاحب السمو الملك كريم بن محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن لهذه المباراه، كيف تراها؟ راح تعطي وهج اكثر للمباراه؟ اكيد هذه تعتبر تشريف للمباراه، وتشريف وتعريف في نفس الوقت للناس اللي ما تعرف، تاخذ الطابع الرسمي كبير بالضبط. يعني اكيد 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 لما يكون في حضور شرفي وحكومي من على يعني ممثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وهنا انا اقول قبلة على جبينه وعلى كفيه، وقبلة على جبين جميع جنودنا البواسل يستحقون على الحدود. بالعكس يعني تعطي المباراة يعني قيمة. جميل. طبعا أنتم اثنينكم شاهدتوا استعدادات الفريقين، فريق الأهلي وفريق الهلال، خلال المعسكر الذي يقيم، معسكر الأهلي في ماربية ومعسكر الهلال في النمسا. احنا سوينا تقرير سوى لنا زميلنا عبد العزيز أبو هميل عن استعدادات الفريقين، خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين مع ضيوفنا للتعليق على هذا التقرير وأكثر من ذلك.
قبل هبوط طائرتي الأهلي والهلال في العاصمة البريطانية لندن ليلتقيان غدا في مباراة كأس السوبر السعودي، استعد الفريقين لهذه المباراة وللموسم الرياضي بشكل جيد. اختار الأهلي مدينة ماربيا في الجنوب الإسباني ليقيم فيها معسكره الإعدادي الذي استمر لمدة 17 يوما، خاض خلالها 5 مباريات تجريبية. أما الهلال الذي اختتم معسكره بالنمسا الذي امتد لثلاثة أسابيع، خاض خلالها العديد من المباريات التجريبية. اختار الأهلي المدرسة الأوروبية بتعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المدرب الذي حقق إنجازا غير مسبوق لنادي التعاون. أما نظيره الهلال فقد اختار مدرسة أمريكا الجنوبية بتعاقده مع المدرب الأوروغواياني غوستافو ماتوساس. الهلال الذي تسلح بالعديد من التعاقدات حيث أكمل نصاب اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى تعاقده مع 5 لاعبين محليين، بعكس الأهلي الذي فضل الاستقرار على لاعبيه الأجانب باستثناء لاعب الوسط البرازيلي لويس كارلوس. أبرز غيابات الهلال هم الرباعي إدواردو وياسر الشهراني وفيصل درويش والمنضم حديثا ماجد النجراني. أما غيابات الأهلي السعودي اقتصرت على الثلاثي وليد باخشوين ومهند عسيري وفهد حمد. لبرنامج صباح الرياضية عبدالعزيز بوهمي. إذن شكرا للزميل عبد العزيز أبو هميل على هذا التقرير، وشكرا للزميل محمد الحربي في المونتاج. كابتن خالد، خليني أسألك بداية عن الأهلي بما هو بطل الدوري وبطل كأس الملك، كيف قرأت استعداداته؟ والله شوف، إذا جينا للأهلي نجد أخذ نصيب الأسد من بطولات الموسم الماضي، كانت من أهدافهم الاستقرار الفني، حاولوا في الإبقاء على المدرب جروس لكن ما استطاعوا، حاولوا الإبقاء على كابتن أسامة هوساوي فضل الرحيل للهلال، استقطبوا علي عواجي. هنا أنا أبغى أتكلم لو تعطيني نص دقيقة عن علي عواجي. فضل الوقت كله لك. يفترض أن إحنا كمدربين نأخذ درس، وكلاعبين قادمين يأخذون درس أيضا من 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 قصة علي عواجي. علي عواجي كان في نادي في الدرجة الثالثة هو المجد اللي في ينبع، نعم، انتقل لأحد في موسم الدرجة الأولى قبل الهبوط، بعد قدم موسم مميز انتقل للوحدة لعب معها في الدرجة الأولى، بعدها في الدوري الممتاز، الآن في النادي الأهلي، اختير للمنتخب في القائمة الأخيرة. يعني خلال قبل 4 سنوات اللاعب هذا كان في أندية الدرجة الثالثة اللي ما حد يعرف عنها شيء. أنتوا كانك تقول شوفوا اللاعبين المبتدئين، شوفوا هذا النموذج بالضبط، بالضبط اللي بدأ من دوري الدرجة الثالثة، اللاعبين والمدربين، اللاعبين مع بطل الدوري، اللاعبين يا أستاذي والمدربين. المدربين ممكن تجد موهبة موجودة في الدرجة الثالثة وتنتشلها من الدرجة الثالثة إلى الأولى أو للممتاز، وممكن يكون إضافة مثل ما شفنا مع الكابتن علي عواجي. واكيد انه اكيد انه في سر لتميز اللاعب هذا وتدرجه في المستويات الى ما وصل للمنتخب. كابتن خالد، انت الان مدرب المنتخب السعودي للشباب. نعم. والمنتخب راح يعسكر خلال اليومين هذه. نعم، بكره ان شاء الله. بكره. اذا الكلام هذا ودنا انه انت وانت ان شاء الله قدها ان شاء الله وقدود انك تطبقه فعلا. ترى في نجوم في أندية الظل ما حد يدري عنها. يعني لو تحضر مباريات بتحصل باذن الله. يعني احنا ما نبغى نروح منحى اخر عن المنتخب. لا، بما انك ذكرت هذه النقطه، يعني احنا عندنا في القائمه الاخيره عندنا لاعبين استقطرهم من انديه الدرجه الثالثه. جميل، الحمد لله. جميل. وان شاء الله الموسم القادم في الخطه القادمه ان شاء الله بالبرنامج القادم باذن الله تكون افضل. نرجع للاهلي، اضاف محور ارتكاز دفاعي لاعب وسط مدافع. نعم. اللي هو لويس. أبقى على المحترفين، ما عوض بديل أسامة. وجهة نظري محمد الفتيل كان محتاج الفرصة، محتاج أن أسامة ينتقل وقدم مستويات ترى الموسم الماضي، واللاعب كان مميز من بداياته. صحيح. من 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 صبح بالخير على الكابتن خالد قروني من كأس العالم. صحيح. مع الكابتن خالد قروني واللاعب قال صحيح، يعني يقدم مستويات ممتازة. استقطب الكابتن غوميز مدرب نادي التعاون اللي قدم مستوى رائع مع التعاون الموسم الماضي، كان من افضل الفرق اللي تقدم كره قدم ممتعه. لو جينا نتكلم عن الاهلي نجد انه كاستقرار فني
واستراتيجية عمل تجدها مدروسة. بإمكان الأهلي أن يحقق أو يمتد نتائجه وبطولاته اللي حققها الموسم الماضي، يواصل ممكن أنه مؤهل ومرشح أنه يواصل. أبقى على أغلب نجومه أو كل النجوم ما عدا كابتن أسامة المؤثرين، نتكلم عن النجوم المؤثرين في الفريق. عبد الله معيوف مش مؤثر؟ ما كان أساسي العام الماضي، الموسم الماضي ما كان أساسي، اللي كان أساسي ياسر. كابتن ياسر نعم. أنت تتكلم عن اللاعب المؤثر في الموسم الماضي. جميل. لو جينا نتكلم عن الأرقام أو على الورق الآن، نجد أن الأهلي في الإعداد ميدلزبرا الإنجليزي، ختافي، ملقا، غرناطة، كلها فرق قوية. كلها فرق قوية. خمس مباريات كانت. كلها فرق قوية، وكان برنامج المباريات يعني متقارب، معناته أن المدرب بحث عن الإعداد البدني من خلال الإعداد التكتيكي. جميل. على مستوى عالي. جميل. طيب كابتن أحمد، فنربخشة وديزني الإيطالي، عدد من الأسماء الأندية اللي لعب معها الهلال في معسكر النمسا، كيف وجدت معسكر الهلال في النمسا والاستقطابات اللي حصل عليها مؤخرا؟ بالنسبة لفريق الهلال الحقيقة استعداداته للدوري، الهلال طبعا عنده عدة استقطابات، يعني عنده عدة يعني دوري، عنده دوري آسيا، عنده الآن مثل الأهلي ترى على فكرة يعني. مباراة السوبر طبعا تهيئة الهلال أنا أعتقد غير جيدة، استقطب لاعبين محليين جيدين، الأمير نواف بن سعد بذل مجهود كبير، خمس لاعبين، عبد الله المعيوف، أسامة هوساوي، عبد المجيد الرويلي، ماجد النجراني، صفقات جيدة. جميل. ومميزة للفريق الهلال، ولكن اللاعب الأجنبي في الهلال لا زال في خلل، والهلال من سنوات يعاني من اللاعب الأجنبي، والإدارة الهلال لم توفق نهائيا مع اللاعب الأجنبي. بس لحد الآن ما شفنا مستويات كابتن. ما اختلفنا، أنت الآن المباراة السوبر بكرة. نعم. والدوري الأسبوع الجاي. صحيح. وإلى الآن أنت لسه مسجل اثنين لاعبين، مسجل لاعب المحور والألفز لاعب. نعم. الوسط إدواردو لاعب مصاب، وإدواردو احنا شفنا الموسم الماضي طول الموسم وهو مصاب، والآن من البداية من أول فترة الاستعداد إصابة. الخيارات أنا أقصد أن الإدارة الهلالية المفروض تكون حريصة على الفريق وتتعاقد مع لاعبينها قبل فترة، على الأقل قبل شهر. نعم. علشان يبدا الفريق في سواء السوبر او الدوري بقوه. الان اللاعب الفيز او اللاعب اليو اللاعب المهاجم البرازيلي او نيوكليس اللاعب المحور يحتاجون وقت. المدرب جوستافو راح النمسا في معسكر وجالس يجرب، في البدايه لاعبين المنتخب سبعه من لاعبين المنتخب ما كانوا متواجدين في المعسكر، في نهايه المعسكر التحقوا، اللاعبين الاجانب مش موجودين. جالس يجرب، جالس يعمل، فالهلال فيه يعني تشوف انه يعني ملخص كلامك انه الاستعدادات ضعيفه. انا اشوف الاستعداد الهلالي استعداد ضعيف، الاستقطابات يعني صحيح اللاعبين احنا كويسين، لكن دائما الركز على اللاعب الاجنبي. عندك اربع اجانب، اللاعبين الاجانب ما راح يلعب فيهم، ما راح يلعب احد تقريبا، يمكن اليو اثنين من اللعيبه راح اليو حيلعب. نعم. اليو المهاجم هو اللي حيلعب. نعم. لا لا الفيس ما راح يلعب، اعتقد انه اللي قرينا انه ما راح يلعب الفيس لسه، فالاعداد سيء، فاليو برضه لسه ما دخل في جو المباريات، ما في تفاهم مع لاعبين الهلال، المدرب الهلال لسه ما بعد يتعرف على امكانيات وقدرات اللاعبين، لسه ما يعني وضع تشكيل معين، تقريبا احنا كمتفرجين نقدر احنا نحط التشكيل. طيب خلينا يعني ابدا من عند ما انتهيت فيه، انه في تقرير طبعا عمل الزميل عبد العزيز بوهميل عن السوبر، تقرير السوبر خلونا نشوفه وراجعين مع ضيوفنا. يوم الاثنين القادم وفي عاصمة الضباب لندن يسدل الستار عن الموسم الرياضي السعودي 2016-2017 عندما يواجه الأهلي نظيره الهلال في أولى البطولات لهذا الموسم. البطولة في موسمها الرابع والتي تقام للعام الثاني خارج المملكة على أرضية ملعب فولهام كرافين كوتاج بالعاصمة الإنجليزية لندن.
الأهلي الذي لعب موسما استثنائيا حصل فيه على نصيب الأسد من بطولات الموسم الماضي بعد غياب طويل عن الدوري وبعد منافسة قوية مع الهلال الذي حل وصيفا له. وبعد حصول الأهلي على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام نادي النصر، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، خسارة النصر في نهائي كأس الملك جعلت الهلال هو الطرف الثاني في كأس السوبر السعودي كونه وصيفا للأهلي. الأهلي الذي يتمنى أن يحصد هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه ضد حامل اللقب الهلال الذي يحاول المحافظة على هذا اللقب بعد حصوله عليه العام الماضي للمرة الأولى في ديربي لندن كما يسميه الجمهور. جميع مؤشرات هذه المباراة تؤكد أنها ستكون مثيرة وقوية، خصوصا وأن قطبي هذه المباراة هم من حقق بطولات الموسم الماضي، حيث حقق الأهلي بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما حقق الهلال كأس السوبر وكأس ولي العهد. مساء الغد في مدينة الضباب لندن سيكون ساخنا. المباراة تجمع فريقين يلتقيان لأول مرة في كأس السوبر، ولم يكتب لهما اللقاء إلا في لندن. فهل يحافظ الهلال على لقبه أم أن للأهلي رأي آخر؟ إذن شكرا للزميل عبد العزيز ابو هميل وايضا للزملاء كافه. كابتن خالد، شفنا التقرير، هل المباراه راح تكون مثيره فعلا؟ بدايه موسم واستعدادات فريقين راح تكون مثيره؟ والله احنا نطمح انها تكون مثيره فعلا، يعني وتليق بسمعه الكره السعوديه وتليق بسمعه الفريقين. يعني ورجعنا الموسم الماضي نجد ان الاهلي والهلال، احنا نقول الاهلي عشان اخذ اكثر بطولات الموسم الماضي، اخذ الدوري واخذ كاس الملك، نجدهم منهم القاسم المشترك بينهم وبين بعض، يعني سواء في الدوري او في الكاس تقابلوا في نصف النهائي، او في كاس ولا العهد تقابلوا في النهائي. الاهلي كان متفوق على الهلال في النتائج الموسم الماضي، اربع مباريات تفوق عليه في الهلال، تفوق في مباراه والاهلي تفوق في ثلاث. وحتى لو جملناها في الموسمين الماضيين نجدهم تقابلوا ثمان مرات، نفس الكلام. الأهلي كان له أربع مباريات تعادل مبارتين، الهلال فاز مبارتين، فهي خلنا نقول مثل رد الاعتبار للهلال والحفاظ على اللقب وعمل الموازنة بينه وبين التنافس، المواجهات المباشرة بينه وبين الأهلي، أيضا المحافظة على اللقب مثل ما تفضلت. الأهلي أول مرة يوصل لنهائي السوبر ويطمح مثل ما قلنا مواصلة، خاصة أن كل الظروف مهيئة مثل ما تفضل كابتن أحمد، كل الظروف مهيئة لمصلحة الأهلي على الورق طبعا، لكن هي أنت تتكلم عن مباراة واحدة، يعني ما كل الفوارق الفنية تذوب في أثناء المباراة. لكن لو رجعنا لعوامل النجاح في المباراة تصب لمصلحة الأهلي، المدرب يعرف الأهلي وخبير في الدوري السعودي يعرف الهلال. لو جينا مقارنة بالهلال، مدرب جديد، لاعبين جدد، أي نعم الهلال استقطب نجوم فرقهم، لو تكلمنا عن الرويلي، تكلمنا عن نجراني، تكلمنا عن أسامة هوساوي، عبد الملك الخيبري، تتكلم عن نجوم في فرقهم، يعني حتى المعيوف كحارس بالضبط، قيمة فنية عالية. الكابتن عبد المعيوف نفس الكلام، قيمة فنية، يعني يعتبر من الحراس المميزين، من المستحيل لما تذكر حراس مميزين في الدوري السعودي ما تذكر عبد الله المعيوف. فبالتالي لكن لو قسناها على الاعداد، برنامج الاعداد، نرى ان برنامج الاعداد في الاهلي كان افضل حتى على مستوى المباريات، يعني حتى على مستوى الاستقرار، يمكن بالضبط الاستقرار الفني كان لمصلحه الاهلي. استقطب عبد الفتاح عسيري لكنه ما راح يشارك الاهلي، يعني اكثر استقرار واقل اصابات بالضبط، كل الظروف مواتية للأهلي لأنه يحقق النتيجة. لكن نرجع ونقول مباراة واحدة تذوب فيها كل العوامل اللي خارج الملعب، هي مباراة حكمت 90 دقيقة بالضبط، يعني وهي بالضبط. هي فرصة لأي لاعب يجد الفرصة داخل المباراة لإثبات نفسه وإثبات وجوده، ممكن تكون سلاح ذو حدين. طيب جميل كابتن أحمد، يعني شاهدنا في خلال النسخ الماضية الفتح
فاز بأول بطولة، كذلك الشباب، كذلك الهلال. ممكن نشاهد بطل جديد يعني كمثال الأهلي؟ طبعا أكيد المجال مفتوح لفريق الأهلي، وبالذات أنه الأهلي زي ما قال كابتن خالد مكتمل العناصر، مدرب غوميز مدرب عارف الفريق، صحيح مدرب جديد ولكن عارف كل أمور فريق الهلال وعارف فريق الأهلي. طبعا الفتح فاز بأول نسخة، الشباب، الهلال، ممكن الأمور مفتوحة، لكن أنا برجع بس شوي للهلال. نعم. المدرب الهلال يعاني من إصابات، إصابات لاعبين أساسيين من عبد الله الزوري، ياسر الشهراني، إدواردو، يعني عناصر مهمة في الفريق. ناصر الشمراني لسه مو فورمته، ممكن يلعب في الشوط الثاني لكن لسه ما دخل في الفورم. ففي الهلال في غيابات. الشغلة الثانية، طيب ما يوجد في الهلال البديل الجاهز كابتن أحمد؟ في بديل، في بديل أكيد، ولكن يمكن ليس بالحجم اللاعب الأساسي، ولكن الهلال فيه، ممكن المدرب جوستافو إذا عرف إمكانيات اللاعبين صح من خلال المعسكر يقدر يعمل توليفة أكثر من ممتازة. في لاعبين يعني لما تتكلم عن البريك في الظهير اليمين، تتكلم عن سلمان الفرج في الظهير الشمال، أسامة هوساوي وجحفلي في قلبين دفاع، في النص عبد الملك الخيبري، عنده نواف العابد، عبد المجيد الرويلي، سالم الدوسري، عبد المجيد الرويلي، نواف. نعم. في عنده مجموعه. هو طبعا اكيد حيلعب طريقه 4 5 1 ونفس الشيء الاهلي، يعني تقريبا عنده توليف، لكن برضه سيفتقد عناصر يعني مؤثره على الفريق، خاصه كدكه حتكون الدكه شوي ضعيفه نوعا ما. فالهلال طبعا تعرف اسم كبير، الهلال متعود على البطولات، الهلال فريق بطولات، حتى لو في نقص، حتى لو في العنصر الاجنبي، لكن اسم الهلال يكفي. يعني ممكن الاهلي حيلعب مع الهلال، فعارف حيلعب مع مين. صحيح الاهلي خذ بطولتين على الهلال، ولكن الهلال يعني من الاهلي يبغى ياكد. خلينا نكون منصفين كابتن احمد، يعني الاهلي والهلال كلهم يعني معقل للبطولات اكيد، واسماء كبيره في الكره السعوديه بل حتى في الكره الاسيويه. لكن السؤال من يعني من اللي من خلال استعداداته يوحي بانه هو بطل السوبر؟ شوف الاهلي طبعا زي ما قال الكابتن خالد، الاهلي اكثر انسجام، دخول اللاعبين قليل، لويس كارلوس في الوسط ودخول علي عواجي هي الانتدابات، عبد الفتاح السيري لسه اعتقد لسه ما بعد يدخل في التمارين، فهو انتدابين يعني تاثيرهم على الفريق قليل يعني. فتشكيله الاهلي معروفه، بن حيلعب معروف، في انسجام، في تفاهم بين اللاعبين، يكفي عندهم يعني لما نتكلم من الهجوم عمر السومه، سلمان المؤشر، ويلعب وراهم لويس كارلوس، تيسير، حسين القهوي، يعني عنده دفاع. يمكن الدفاع الاهلي شوي بيفقد اسامه هوساوي، اسامه هوساوي قائد المنتخب له ثقله في دفاع الاهلي، محمد فتيل ممكن يقوم بالمهمه لكن كلاعب شاب يعني يحتاج شوي مباريات كثيره. فالاهلي ممكن في الدفاع هو عنده مشكله، سعيد المولد في اليمين، عبد الشافي طبعا لاعب خبير ومعروف نقطه قوه في دفاع الاهلي. الاهلي اكثر تكامل، اكثر تركيز، اكثر يعني ممكن الاهلي الاقرب، ولكن زي ما قلت لك الهلال عنده عناصره، عنده اسمه. المباراه حنشوف مباراه طبعا صعبه، مباراه ممكن نشوف مباراه، لكن انا كبدايه استعداد، بدايه افتتاحيه للموسم، نعم، انا لا اتوقع انها تظهر بالمستوى، ما راح تكون يعني ذاك المستوى، ما راح تكون. طيب كابتن خالد، يعني احد الحلول للتسجيل دائما تكون الكرات الثابته. عندما نرى الهلال يوجد عبد المجيد الرويلي، الموسم الماضي قدم مستويات كبيرة وتميز خصوصا في الكرات الثابتة، في المقابل عمر السومة أيضا يمتلك هذه الميزة. الكرات الثابتة بكرة كيف المدربين يعني يوصون لاعباتهم أنه ما يحاولون يعملون أخطاء حول منطقة الجزاء أو قريب من المرمى؟ هي في مدرب بيقول لا تعمل، ومدرب يقول ابحث عن الكرات الثابتة. نعم صحيح. يعني سواء تكتيك دفاعي أو تكتيك هجومي، كل مدرب يبحث عن الجزئيات البسيطة اللي تساعد على النجاح وعلى كسب اللقاء وكسب مباراة. مثل ما تفضلت يعني عبد المجيد الرويلي، أنا أتمنى 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 عبد المجيد يستمر في اللعب، أتمنى أن عبد المجيد يستمر في اللعب، لأن
في ظل عدم تواجد إدواردو أتوقع أنه راح يكون أتمنى أساسي. ذلك أنا أتمنى، لكن الاستقطابات في الهلال أغلبها في الثلث الهجومي. نعم. وفي المحور الدفاعي الكابتن عبد الملك وموجود سعود كريري. لسه ما نعرف المنهجية وفكر المدرب جوستافو، هل هو عنده استراتيجية هجومية، منهجية هجومية، أسلوب لعب هجومي، لسه ما نعرف. ممكن تكون الفرصة متاحة أكبر لكابتن عبد المجيد. احنا نتكلم عن طول الموسم، نعم، لأن هذا من اللاعبين اللي يعتبرون قدوة ونموذج حسن ونموذج مميز للاعبين السعوديين. أيضا عبد المجيد تدرج من العروبة، كان في الدرجة الثانية، انتقل للرائد، بعدها للشباب. فهذا من العناصر يعني اللي احنا نتمنى انه يكون يستمر في اللعب. الكابتن عمر السومة يعني اول ما انتقل للاهلي حاله حوله الشكوك انه ممكن يكون مميز كنجم، كان في القادسية الكثير تكلم انه لا، عمر السومة ممكن ما يؤدي نفس الاداء اللي كان يؤديه في القادسية بسبب الفروقات الفنية بين الدوري الكويتي والدوري السعودي، مع كل احترام والتقدير للدوري الكويتي، لكن أثبت العكس، أثبت اللاعب العكس، وأثبت نجوميته مباراة عن مباراة، وهداف الدوري، وأثبت تأثيره، وأثبت أهدافه الحاسمة. طيب خلنا نركز بس على الكرات الثابتة كابتن، يعني حل قوي في يد كل مدرب جداً. سواء الكرات الثابتة تتكلم عن رمية التماس، تعتبر تكتيك من الكرات الثابتة، لا أنا أتكلم عن الأخطاء المباشرة، إحنا بنجيها إن شاء الله. نتكلم عن الكرات الركلات الركنية، نتكلم عن الكرات القريبة أو البعيدة، لكن بما أن موجود متميزين مثل عبد المجيد كان من هدافين التعاون بسبب الكرات الثابتة الموسم صحيح. الماضي، وعمر السومة ما شاء الله تبارك الله نسبة كبيرة من أهدافه كانت من الكرات الثابتة، سواء البعيدة ولا قريبة. مثل ما تفضلت وقلت المدربين في إذا أنا عندي لاعب مميز وأعز للاعبين الآخرين أن ابحث عن الفاولات القريبة حسب تميز اللاعب الموجود، في المقابل أحذر من 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 لاعبيني لاعبين الوسط المدافعين أو المدافعين خط الدفاع أن لا تعمل فاولات قريبة بحيث أنه ما يستفيد منها الفريق المنافس. وهذه الآن أصبحت يعني رقميا نسبة عالية يعتمد عليها المدربين، لأن مثل ما قلنا في الفرق المستوى عالي الجزئيات البسيطة هي اللي تفرق، ومن ضمنها الكرات الثابتة. جميل كابتن، يعني سيد قوميز يعني تألق مع التعاون الموسم الماضي، نقل التعاون نقلة نوعية كبيرة باحتلال المركز الرابع، هل سينجح مع الأهلي في ظل وجود يعني عناصر جيدة؟ يعني التعاون فريق جيد، ولكن العناصر في الأهلي أفضل بكثير من التعاون. بلا شك طبعا سيد قومز المدرب البرتغالي نجح كبير في فريق التعاون، أوجد توليفة مميزة. إدارة التعاون يعني لابد احنا نثني عليها، جلبت لاعبين على مستوى عالي سواء الأجانب أو اللاعبين المحليين، وفقوا كثير في اللاعبين المحليين، وبالتالي استطاع المدرب قوميز أن يعمل توليفة للفريق، عمل نتائج أكثر من ممتازة. ماذا سيفعل في الأهلي؟ الأهلي طبعا فريق كبير، فريق يعني حقق إنجاز الدوري والكاس، حقق بطولات. هل سيحافظ قوميز على الانتصارات اللي حققها الفريق الأهلي؟ أنا أعتقد قوميز الآن في وضع صعب، لابد يستمر على النهج اللي كان عليه الأهلي بتحقيق البطولات. الأهلي يريد الاستمرار في البطولات، يريد يحقق بطولة السوبر كبطولة جديدة. الأهلي عنده إمكانيات كبيرة سواء من لاعبين محليين أو اللاعبين الأجانب، عنده 4 لاعبين أجانب. اللاعب البرازيلي الأخير لويز جاء بتوصية من السيد قوميز كونه يلعب في الفريق البرتغالي، فالأمور مهيئة للكابتن قوميز مدرب فريق الأهلي. ولكن تعرف أحيانا المدرب يعمل للفريق، ولكن التوفيق أحيانا ما يكون معاه، وبالتالي يعني الأمور مهيئة له. عند الأهلي قلعة كبيرة، فريق نادي كبير بلاعبينه بجمهوره بإدارة كبيرة، فالأهلي طبعا قوميز قادر انه يحقق بطولات مع فريق ويواصل مسيرة الاهلي البطولات اللي حققها مع فريق الاهلي. طيب كابتن، تتوقع ان ينتهج اسلوبه
نفس اسلوبه مع التعاون عندما كان يؤمن الدفاع ويعتمد على الهجوم المرتد السريع مع الاهلي؟ شوف جوميز ما يعني مش كل المباريات كان ينتهج، يعني احنا تكلمنا في مرات سابقه عن من افضل المدربين اللي كانوا في الدوري، وتحدثنا ان جوميز كان من اميزهم. اعتقد يعني ان جوميز مدرب ذكي ويعرف ان كل مباراه لها خطه معينه، لها نعم لها تكتيك معين ينتهجه في تلك المباراه. فاعتقد ان وهو يعرف امكانيات وقدرات الفرديه للاعبين الاهلي، ويعرف الاسلوب ان الاسلوب الهجومي ممكن يساعد اكثر في الاهلي اكثر ما كان عليه في التعاون. لكن الاختلاف في الاهداف، اهداف اداره الاهلي، هل اهداف اداره الاهلي يستطيع من خلالها جوميز تحقيق طموحات الاهلي وجماهير الاهلي، جماهيريه الاهلي، الضغوط اللي ما كانت موجوده عنده في التعاون؟ صحيح. هل 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 بيلاقي نفس الامور في الاهلي وتساعده الظروف المحيطه فيه كمدرب؟ هنا 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 النقطه. جميل. لكن هو كمدرب فنيا يعني يعتبر كان من افضل المدربين في الموسم الماضي، واعتقد مثل ما قلت لك انه ذكي ويعرف كيف يتعامل مع مجريات المباريات، وقراءته ايضا في المباراه جيده، مميز. واحنا شفناه في الموسم الماضي كثير من مباريات التعاون كان يتاخر ويرجع. صحيح. للمباراه. صحيح. يعني يكون متاخر بهدف او هدفين ويرجع للمباراه. لكن مثل ما قلت لك الاهداف في التعاون، اهداف اداره النادي وخطه العمل في النادي، استراتيجيه النادي، وين كانوا حاطين لهم هدف، هنا يختلف الاهلي، السقف اعلى. الاهلي يطمح للبطولات. طيب. يطمح لانه يواصل او على الاقل المكتسبات اكتسبها في الموسم الماضي يحافظ عليها، ويطمح ايضا انه يكون له رقم مميز في ابطال اسيا. جميل. كابتن، باقي عندنا دقيقه ونص، توقعاتك للمباراه توقع كم؟ التوقع صعب، لكن احنا نقول على الورق. نعم. على الورق الاهلي الارجح، لكن في مباريات كؤوس او مباراه تحسم من لقاء واحد كل الاحتمالات واردة. وأنا قلت لك من أول الهلال فريق كبير والأهلي أيضا فريق كبير، لكن الهلال ممكن اللاعبين اللي بتتاح لهم الفرصة تكون إثبات وجود، وممكن هي اللي تكون عامل إيجابي، والاستقرار والإعداد المميز والجيد والمباريات القوية اللي لعبها الأهلي تكون هي عامل إيجابي للأهلي. جميل. كابتن أحمد، توقعاتك للمباراة؟ طبعا توقع أكيد أنه صعب، ولكن أحب أقول أن المباراة هذه مباراة تعتبر إعدادية، إعدادية لبداية راح تأثر على الخاسر المباراة جديد. كابتن ما راح تأثر. الآن التوقع بالنسبة للمباراة، أنا بقول لك حاجة بالنسبة لجوميز من الآخر، وقالها الكابتن خالد وبأكد عليها. الأهلي يختلف عن التعاون، الأهلي يبغى بطولات، فكمدرب يمكن استراتيجيته طريقته تتغير مع نعم. مع الـ مع الـ الأهلي. المباراة أنا أتوقع حتروح لضربات الترجيح، أتوقعها هلالية بضربات الترجيح. جميل. ألف شكر لك كابتن خالد الطوي، وأنت مدرب المنتخب السعودي للشباب. قبل ما نختم حبينا نبارك للإنجازات في كرة اليد، يستاهل إن شاء الله تتواصل الإنجازات في الرياضة السعودية بإذن الله، وإن شاء الله نشاهد إنجاز جديد على يدك بإذن الله. كابتن أحمد الملحم، وأنت الناقد الرياضي واللاعب السابق المعروف، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك أخوي منير، وحقيقة حلقة مميزة مع الكابتن خالد مدرب منتخبنا الوطني، وإن شاء الله ربنا يوفق الكابتن خالد مع الكادر التدريبي لمنتخب الشباب، ونشوف اسمه عالي كمدرب وطني نفتخر فيه بإذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا. بإذن الله إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا لحلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لإنجاز كرة اليد منتخب الشباب المتأهل لكأس العالم، وأيضا لنهائي السوبر المقام في العاصمة البريطانية لندن بين الأهلي والهلال. أنا راح أختم معاكم، إن شاء الله ألتقيكم في حلقات قادمة، وراح نشاهد معكم توقعات الجماهير. إلى اللقاء. توقعاتك مباراة الهلال والأهلي في نهائي السوبر؟ والله أتوقع أهلوية 2-1. أكيد. والله أتوقع إن شاء الله يفوز الهلال 1-0. يمكن الأهلي. كم؟ يمكن 3-1، 3-2. والله إن شاء الله 2-0 الهلال. والله إن شاء الله، أنا مشجع هلالي، وإن شاء الله أتمنى الهلال إن شاء الله هو الفائز إن شاء الله. إن شاء الله لا يقل عن 2-0 إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله 3-2 للهلال. أي نعم. والله الهلال إن شاء الله.
2-0. 2-0 الاهلي. الاهلي؟ ايوه. من يسجلها؟ السومه. انا اتوقع 3-1 للهلال. ان شاء الله 2-1 للهلال. اهلاويه باذن الله. باذن الله ان شاء الله هلاليه و3 ان شاء الله.